صباحه. صباحه يا سيدنا. ايوه هو ده. اصطباحت علي روي. احلى اصطباحه في الدنيا. تعالى يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. طول يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقه لينا، احنا جينا. صباح. قبل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تبقى ايه وشك كده يا سلاية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ بقى الفلس تكوالي. اهلا. اهلا. شفتها فريق بنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ تأخر يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ تكفوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركبي يا ستيبول. يوه الله. عسليه ده، انا تبقى اركبها في ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. عم علي. عم راشد. يلا. انجز. انت بس تتبناك. سلام. سلام. عراسة. ربريتها عندي. عراسة. خلاص يا استبناك. تمسك قدرتها. خلاص عم علي روي، انا خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفع ليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص استبناك احطها. اتفضل. دعينه مني ودعينه مني. الله يا ازرقاتا. يا وحشني الوتر. ادخل يا اخوي. بقالك تلات ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوة وقلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربة في قلبك. انا بقيت غريبة دلوقتي. بيهزر يا ستور، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركة انك جيت. مات. انا على لحم دماغي الصبح بقالي تلات ايام. تلات ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه. عمر. احنا بقينا بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه. وقلبتين اجنبي 50 جنيه. وعشرين فطار وعشر قهوة يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك، نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول لي بقى عشان نتكيف. طب بقولك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثقه براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو الو الو، كان اي سبيك تو سوا؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا، عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص.
الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سارة بليز نو مدام نوت هير وين شي از جوينج تو بي باك شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير هو سبيكينج بليز اتس مستر جو مستر جو هو ار يو ذس از سالي هير سيرفنت اوكي ديير بليز دونت فورجيت تو تيل هير اوكي اتس ارجنت ثانك يو ثانك يو ثانك يو سير ثانك سالي سالي اي وان ذا بلو فورم سوت هاد انهي بلو فيهم عنده ميت واحد معلش حبيبي حقك عليا روعتك لا يا ابني كان الله في عونك كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه كلها ما انا عندي اغلى منك اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نتجوزك على طول مش لما نتجوزك انت الاول هتجوز هنروح فين يعني بسم الله قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك والله حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل منك بس راضي عني والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل الدنيا عربون 2000 جنيه استفدت معهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم مش هنعمل ايه بقى لو مش تربيت لسه جميل الكهرباء انت بتجاملني يعني ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك الو عامله ايه انت اللي عامله ايه عشتين على ميعادنا طب ناوي تزوغي ولا ايه لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيت ماشي يلا مع السلامه ايه انت خارج انت يعني مش سامع عليك يا راجل اه مش سامع ما انت عارف اني خارج ربنا يهنيك يا ابني وهتجيبها لي امتى؟ تصبر بس على ابنك الصبر جميل يا عم جميل انت عارف ابنك بيحب يتأنى ليه؟ خير البر عاجله اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني يلا اتكل على الله وربنا يوفقك حاضر يا باشا حاضر حاضر يا كبرنا تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده خلص اكل واعمل لنا الشاي مش دلوقتي يعني؟ ايوه ماشي الشاي الاخضر يا مدام ثانك يو يا سالي تأمريني بحاجة قبل ما أمشي؟ لا يا حبيبتي. فيكي إيه من دول؟ متغيرة كده و... فيكي حاجة. Are you in love؟ لا، love إيه بس؟ مفيش الكلام ده. أنت هتتكسفي ولا إيه؟ وبعدين حتى لو إن you're in love مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. إيه؟ إيه glowing دي؟ أنا بقالي 5 سنين هنا أول مرة أسمعها. glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. مالمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره بص حضرتك زي ما انت عارفة أنا من منطقة شعبية والناس اللي زيك بيعرفوا أحوال الناس من غير ما يشوفوهم احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين يا شيخة طيب روحي هاتيلي المحفظة اتفضلي ثانك يو خدي دول ايه دول يا هاني؟ دول كادو مني علشان انا I love people who are in love شكرا يا هاني والله مغرقاني بكرمك بقول لك ايه؟ Our life is short okay؟ هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير So, if you're in love,
وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني امسكي فيه. اوكي؟ حاضر حاضر امسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكره. جود نايت. ايه سلامته الوحش؟ اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعانه. وبعدين بقى فيله القيمه دي؟ ربنا يستر علينا، انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادك يا كبير. عسل شكرا. تحب شطه؟ ها لا انا من غير شطه. بس بقى ست زي ما بقول لك، انا راجل كسيب وصنعتي مكفيه واقدر منها افتح بيت. طب وانا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، انا عايز اعيش معاك. تعيش معايا ازاي يعني؟ عايش معاك ازاي ايه؟ عايزك حلال يا بنت. ايه كده السكوت علامه الرضا؟ حسن في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الاول. انا عايشه مع فطون اختي الكبيره ولوحدينا، زي ما انت عارف انا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس انا معايا اعداديه. تعرف ان انا كنت جايبه مجموعه 98، كنت الاولى على المنطقه كلها. ده نفسي ابقى دكتوره، دكتوره كبد عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمه. بس اختي فتون بقى الله يسامحها خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. بس مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها؟ تتجوزيني ولا لا؟ حسن في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك يا سلافي؟ انا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. وانت بتاعتي هتشوفي. ايه ده؟ يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا والله خطوه عزيزه. يا باشا بس عفو شيء معايا عزمه دي؟ اهو انا ده اسبوع كان على هناك. اي يا بنت تحاسبي يا بنت يا عمية يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم 2 ليمون. ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده، ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوكه والكهن اللي انتي فيه ده.
ربنا يسامحك. هيسامحني يا شركة هيسامحك انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها، وكل شوية راجل داخل وراجل خارج، انت واختك الشمال. انت قليلة الأدب يا فتحية. أنا عليك يا فتحية. علي ما تصحى يا راجل. يا خرابي ده انت مش نايم، انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي في خناقة بره. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود، ايه عسليه؟ حاسي انتي بقى، انتي ايه موتيها ولا ايه؟ بس انا كهن النسوان اللي عارفاه يا مميدو. البنت ايه؟ كهن النسوان. يا اسف بنتي يا مفترس عين. اوعي ولا اوعي يا اوعي يا وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا. المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 انت وهو يا يلا. رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا الاسمر جوه يا اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجه، حدش له كلمه. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي ايه؟ مبروك 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 على ايه؟ على الجرسه؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بنت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد وملكيش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. ازيك يا متولي؟ ازيك يا متولي؟ طيب مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. امر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل، وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. اتفضل. حسام المهداوي المحامي، ألف سلامة. بقولك إيه، ما تيجي بره الياسر يتكلم كلمتين. كلام إيه؟ أنا ما عنديش كلام. لا. أنا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك، بس معلش تعالى يا ألف سلامة. معلش، إيه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي. خبر أبيض، إيه اللي حصل ده؟ خش خد سيجارة. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، أنت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟
انتوا مخرجيني عشان تهددوني برا باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعمل مع مين. خد بالك ده يالا عوا ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامه. يلا خد المكنه يلا يلا يا حاج يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شيطان، تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامه. تعالي اوريكي الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يابا؟ الحمد لله، بس انتي زي القمر. يا سلام، عرفت اني راجل يا طيب انها زي القمر من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت، وانا ربنا اخد مني نعمة النظر لكن بشوف بقلبي، وانتي صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلص يا صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي خليك. شفت مالكش دعوة انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج، خلاص كده منلاقي احبابه. ده انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا يخليك ليا حبيبي. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يا ابو. اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. ما قلقش ازاي ده؟ انا ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضه علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ اصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. يا ترى حكايتها تبقى عاملة ازاي؟ الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة بس تعالى ناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. اعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي. والنبي. أو ربنا. ابو هناء معزوم. معزوم؟ انت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات؟ وماله، خلينا اب فرش، خليها تقلب دماغها. لا وامانه ربنا كمان ابو هناء عم الجدعان كمان. مساء الخير عليك. مساء النور والجمال والهنا. احنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه، اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختك خلاص. لما يبقى يحصل يا علي.
يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بذوق اللي ايه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. اللي اقول لي يا علي، مو انت صحيح لقيت شغل زي مفتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تسأليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات، وتعالي نشوف هنرتب ايه لفرح اختك، ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل، راجل كسيب مش بلطجي. يا نهار ابيض، طلعت حرقه قوي يا جدعان، شكلها هي الونش مش انا.
صباح يا سيدي. ايوه هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. طول يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قبل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشوط. تلاقي لي وش كده يا عسلية؟ عايز ايه علي على الصبح؟ تعال الفلس تكوني. اهلا. اهلا. شفتها فريق الطنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ تأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ انت فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ في البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حضرة الظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسلية انت ده بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي. ابو راشد. يلا انجز. بس البنات. سلام سلام. عراسه بجريتها عندي. عراسه. خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عنده. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات احفظك. اتفضل. دعينه مني ودعينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتر. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان طول، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوه وقله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما استغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك جيت. مالك؟ انا على لحم دماغي من الصبح، بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توت وبلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وقلبتين اجنبي 50 جنيه، و20 فطار و10 قهوه، يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول لي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو الو الو، كان اي سبيك تو سو ابي؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص.
الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز نو مدام نوت هير وين شي از جوينج تو بي باك شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير هو سبيكينج بليز اتس مستر جو مستر جو هو ار يو ذيس از سالي هير سيرفنت اوكي ديير بليز دونت فورجيت تو تيل هير اوكي اتس ارجنت Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. I'm doing it twice. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك لا يا ابني كان الله في عونك كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها ما انا عندي اغلى منك اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نتجوزك على طول مش لما نتجوزك انت الاول هتجوز هنروح فين يعني بسم الله قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك والله حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل منك بس راضي عني والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل الدنيا عربوني 2000 جنيه استفدت معهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم مش هنعمل ايه بقى لو مش تربيت لسه جميل الكهرباء انت بتجاملني يعني ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك الو عامله ايه انت اللي عامله ايه وحشتيني على ميعادنا طب ناوي تزوغي ولا ايه لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غني ماشي يلا مع السلامه ايه انت خارج انت يعني مش سامع عليك يا راجل اه مش سامع ما انت عارف اني خارج ربنا يهنيك يا ابني هتجيبها لي امتى؟ تظهر بس على ابنك الصبر جميل يا عم جميل انت عارف انك بيحب يتأنى ليه؟ خير البر عاجله اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني يلا اتكل على الله وربنا يوفقك حاضر يا باشا حاضر حاضر يا كبرنا تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده خلص اكل واعمل لنا الشاي مش دلوقتي يعني ايوه ماشي